أكثر يعني حق أنتم محتاجين وتفتقرون إليه؟ أرجع للتربية والتعليم. التربية والتعليم أساس المجتمع. إذا ماك تربية وتعليم فهذا المجتمع راح يكون متردي جدا، يعني مع اعتزاز الجميع. نفتقر للتربية والتعليم، هناك انتشار للأمية كبير وحاد جدا بين صفوف ذوي الإعاقة، أيضا هو للإهمال الواضح من قبل وزارة التربية وحتى من قبل وزارة التعليم. فإهمال واضح، نحتاج بالأساس أنه بناء مدارس، وضع معاهد خاصة بذوي الإعاقة وليس فقط بذوي الإعاقة. الميثاق الأممي اللي انعقد بنيويورك ب 2006 تحدث بصريح العبارة أنه دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وليس إبعاد ذوي الإعاقة من المجتمع. فإحنا يصير عندنا إبعاد لهم؟ ده يصير إبعاد، وحتى من نفس يعني نفسهم ذوي الإعاقة يبعدون نفسهم، يعني ده يطالبون بمعاهد خاصة وهو خطأ. يعني أنا ما أطلب معهد خاص منه، لا، أنا أطلب أنه أكون موجود بالمدرسة الفلانية. كل المدارس العراقية، دستور العراق واضح وصريح، مادة 32 من الدستور العراقي تتحدث عن التعليم ولكافة فئات المجتمع العراقي، ما أنصفت شخص ولا أنطت الممنوعين لشخص آخر. فإذا الآن أصبحنا إحنا محكمين أمام الدستور ومحكمين أمام المدارس موجودة أيضا، فبإمكان ذوي الإعاقة يدخلون مع هذه الطلاب مع المدارس، وهذا هو القانون ميماله.